بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.